الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا إني لله وإني إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. الشيخ خليفة مهما تحدثنا عنه، مهما تحدثنا عن إنسانيته، مهما تحدثنا عن رحمته، مهما تحدثنا عن عدله، مهما تحدثنا عن سجيته، عن أخلاقه، لا يمكن أن تفيه اللقاءات ولا الكتابات. هو نشأ في مدرسة زايد، تربى في مدرسة زايد، نشأ حييا كريما خلوقا عطوفا رحيما، يشهد له القاصي ويشهد له الداني. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في خلقه، أنتم شهداء الله في خلقه. كم سنة الآن هو في الحكم، ونحن منذ أن تولى الحكم بعد وفاة الشيخ زيد رحمه الله، ونحن لا نلمس منه إلا الرحمة، لا نلمس منه إلا العطف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والراحمون يرحمهم الرحمن. نحن في واقع حياتنا نفرح بالدعاء البعض، يعني مثل الحين لما جزاهم الله خير، يعني قادة المملكة لما أمروا بالصلاة والدعاء في الحرمين، كم فرحنا، لأن هذا مثل أبونا، والدنا، قائدنا، لما يذكر في الحرم يرجى له الخير وترجى له الدعوات الطيبة. هناك دعوة مخبأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذه دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من تولى ولاية، من تولى مسؤولية، من تولى شيئا، فكان رحيما عطوفا. أنا اليوم وأنا جاي، هي رسالة قريتها عن الشيخ زايد رحمه الله، قال لي: تقول عني طيب، كيف لو شفت ابني خليفة؟ كيف لو رأيتم ابني خليفة؟ أسمع أن واحد من الكبار السن يقول: هذه اللقمة لو طلبتها من رئيس الدولة كم يأكل عطاك إياها. أي رحمة في نفسه، أي عطف في قلبه، أنتم شهداء الله في خلقه. رجل إنسانية، رجل الرحمة، يعني التقارير التي تنشر عنه عبر مؤسسة شيخ خليفة للأعمال الخيرية والإنسانية التي صداها في كل مكان، واقعها في كل مكان. يعني سبحان الله، كنت أتكلم مع بعض الناس أقول: شوف الله سبحانه جل وعلا خلي يتم شهر رمضان كله ويخرج الناس من السجن، يعطف عليهم. في قلبي تلك الشفقة قبل رمضان وبعد رمضان وفي العيد وفي كل عيد وفي كل رمضان، كل مناسبة، نعم، في كل مناسبة. كم فرج عن الناس، كم فرج عن الناس، كم أعان الناس، كم بذل الخير، كم ساهم، كم ترك من أثر في نفوس أبنائه، في نفوس الآخرين. ولذلك ترى هذا الأثر العظيم ليس في الداخل بل حتى في الخارج، أمام هذه القامة العظيمة الشخصية الكبيرة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. هنا يترك في نفوسنا حديث عظيم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه شهادة، شهادة لحكامنا، شهادة لقادتنا المسؤولين. يعني سبحان الله، هذا الوطن وطن عظيم، وطن عظيم فيه قادة عظام. لما تنظر الشيخ زايد، قبل ذلك الشيخ زايد، تنظر الشيخ زايد رحمه الله، وتنظر في الشيخ خليفة والشيوخ كلهم على مستوى الدولة، تنظر رحمة، تنظر إلى إنسانية، تنظر إلى عدل، تنظر إلى خير، تنظر إلى عطف، تنظر إلى جوانب مشرقة. هنا تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما يملك الإنسان، يعني أحيانا الإنسان يعجز عن الحديث عن الشيخ خليفة، يعجز الحديث عن هذه القامة العظيمة. ولكن يعني سبحان الله، هو قبول من الله عز وجل، قبول. مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها خيرا، الناس أثنوا عليها خيرا، قال: وجبت. إيش معنى وجبت؟ قال: وجبت له الجنة،
وجبت له الجنة. شهادة الناس هي عنوان لمرحلة من حياتك في الدنيا وفي الآخرة، هي شهادة الناس، عدلك، إحسانك. سبحان الله، لما يعني الحديث الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، حكم، وين مكانه؟ والله إحنا نرجو للشيخ زايد وللشيخ خليفة ولشيوخنا أن الله عز وجل يجعلهم في أعلى وأعز مكان في يوم القيامة وتحت ظل العرش بإذن الله. هذه عطية إلهية، ولذلك نحن نشعر بمسؤولية، مسؤولية في أعناقنا تجاه الشيوخ، لما يبذلون، لما يسهرون. يعني أذكر كلمة لأحد العلماء يقول: أنت تنام وهم يسهرون، أنت تنام ولا تشعر بالأمن ولا عندك ذلك الهم في حراسة بيتك أصلا، فضلا أن في حراسة بلد أو غيره، غيرك يحرسك ويحرس بيتك ويحرس وطنك ويرسم مستقبل، ويرسم مستقبل ويأمن أجيال، ويأمن أجيال، حتى تعيش أنت، تطلع من بيتك وابنك يطلع للجيل، يطلع من. أنا سبحان الله مرة كنت في العين قبل أذان الفجر، قبل ليلة يعني سبحان العيد، وأنا ماشي قبل أذان الفجر المسجد، أشوف امرأة تمشي في الشارع بروحها، أي أمان، أي أمان تشعر فيه هذه المرأة في هذا الوقت وهي ماشية في الشارع سيرة بيتها. وهذا مؤكد الشيخ بمؤشرات دولية. صحيح، الإمارات وأبوظبي من أفضل الحمد لله الدول والمدن على مستوى العالم في مؤشر الأمان. هذا من وين؟ بسهر هؤلاء، بذلهم، بعطائهم، بتضحياتهم، بأوقاتهم، حتى يكون هذا المجتمع آمنا ويكون في خير دائم. وإلا ما وصلنا حل هذه المواصيل أن تصل إلى أعلى المستويات وإلى أرقى المستويات وإلى أفضل المستويات ببذل هؤلاء الحكام الذين امتلأت قلوبهم بالرحمة والإنسانية والعطف. وحتى ترى هذه الكلمات، أنا أشوف استعرض الشريط الأخبار، كم دولة، كم ملك، كم رئيس، كم وزير، كم مؤسسة، كم منظمة، كم، وهم ينعون الشيخ خليفة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. تذكر كلمة الشيخ الدكتور أحمد الحداد ويذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة في صحيح البخاري، قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، أنا أحب فلان، له نبي وله رسول، لكنه إنسان امتلأ قلبه بالرحمة والإنسانية والخير للآخرين. قال فينادي جبريل: تعال أنا أحبه، فيحبه جبريل، أهل السماء، ملائكة لهم يحبونه. في حديث عنه صلى الله عليه وسلم في الخطبة التي، سبحان الله، يعني خطبتنا الماضية التي كانت في الجمعة، عن إيش؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس. يقول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله؟ قال: سرور تدخل عن مسلم، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه حاجة. يعني هؤلاء أحب الناس عند الله سبحانه جل وعلا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، قال: إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، في جانبين، مفتاح للخير، مغلاق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير، مغلاقا للشر. هؤلاء شيوخنا يفتحون أبواب الخير ويغلقون أبواب الشر. لذلك أمام هذا المصاب، أمام هذا الأمر، يعني أقل ما نقدمه، أقل ما نقدمه هو الدعاء. يعني أعظم ما نقدمه أقل ما نقدمه، لأنه أقل ما نقدمه لأن لا يحمل منا جهدا، وأعظم ما نقدمه لأننا نخاطب فيه الله عز وجل، أقل لأنه لا يملك منا جهدا. يعني الحرمة في بيتها، الرجل في مسجده، في سيارته، في أي مكان يرفع يده، اللهم ارحم، اللهم ارفع درجته، اللهم احشره في زمرة النبيين. يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. الآن هو الآن انتقل إلى جوار ربه،
ينظر إلى فعل أبنائه البررة. أبنائه البررة إذا كنا نحن برين بشيوخنا بأبائنا، نعم. هذا وقت البر، هذا الوقت البر أنك تدعو له ونلتمس أوقات الاستجابة، ندعو له، ندعو له بالرحمة، ندعو له بأن الله يرفع مكانته وقدره في أعلى عليين بإذن الله. وهذا يعني ما نقدمه اعترافا بالفضل لهذا القائد العام. نعم. شيخ طالب الشحي مستشار الشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. لك شكرا.